سقط من الحر. هات ها اي سي يو تي حر ها تضحك مال كيف. هذه كيكة العيد ميلاد شابهني خلاص عماتي تشوفونها مش حبيبتي من زمان جميلة خلي عماتي يقولون مو انت تقولين شهر قبل الله والله وناسة لو يرد فينا الزمن ولا واحدة تتزوج عشان اي احد يتحرش تاخذ البطل تطقه براسه اي هذا انت اي انت المدرسه ما قاعد تروح حلوه هالبنيه لا 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 لابسه كعب لابسه كعب يمان انت تسوين امانه قبل لا اصور ايش كنت تسوين؟ ايش فيك قاعد اسلم على الناس لا لا ما كنت تسلمين كذي خلصنا يبي اخذي ملابس ماما انزين اقعد هناك عيد ميلاد السمك اللي هناك زين رايحين هناك وامي مسكينه طلعت قبلي تاخرت وايد انا عليه بتسوي يعني؟ خلاص اسوي لكم عيد ميلاد. وتوني سويت لكم عيد ميلاد. والله قاعد اقول لها لبسي حجابك؟ لا برافو فش ابرك. لبسي؟ اطلعك بدون حجاب. قسما بالله اطلعك بدون حجاب. اطلعك بدون حجاب. انا عادي انا ما فش انا منشب. ترى اطلعك بدون حجاب. لا اقدر. ترفعين علي قضية؟ لحظين يشابه منا يا ربي يشابهني يلا مع السلامة مع السلامة حبيبتي على خير حبيبتي الله يحفظك أمي حبيبتي الله معك أمي حبيبتي الله معك أمي كلمتك حق جمهوري خلاص أبرار قسما بالله ورب الشعب قسما بالله ايش رايك عمتي ايش رايك في أمي خلاص أبرار طبعا أمي أكثر وحدة مدلعتها أنا صح؟ تصوريني ابرا اي قاعد اصورك زين ايش رايك بمرت خالك ها نو كومنت امي قاعد تسولف حق عماتي عن سفرتها في قصه اول ما دخلت عيالي يقولوا لي شوف شوف ما ابي اشغلك شيء ما في قصه لا ولا شاف احلى اليوم يلا اعطوني عندكم ملابس يا ما شاء الله ترى على فكره شفتوا مرت اخوكم تصورين قاعد اقول حق الناس قاعد تقولين عن سفرات شفتوا مرت اخوكم تروح مجمعات مجمعات الافنيوز ما افنيوز يقول اخي لو سلموني حماماتهم اغسل لهم الحمامات نظيفه اي اتذكر كانت تروح مسجد تغسل حماماتهم ريح البيتون شوف شلون تشرح يما لابسه كالسيو ليش يما يلبسون رولكس يلبسون شيء مو كالسيو لا يعني مو كالسيو يلبسون عمتي تترفعين والله ذاك اليوم 16 دينار حالات والنصره شاربين 100 دينار يمكن سبورت اكثر زين 16 يما كان شريتي لك رولكس كله 2000 يما انا بروح انت رايحه يلا بروح انت عمتي ايش رايك تفرش لها هني تنام عندكم نام نام عاد والله وناسه بيت عمتي الفير ياكل احلى شيء قعده الفير لما ناكل كنا نسوي اندومي نعفسها ورد اي المشروم تذكرينه كنا نسهر بهالبيت باكر عندي جلسه تصوير رجاء اوكي بس باكر بصير عروس منتج بتصير عروس اخيرا ليش ها اي برنامج لا قولي قولي لعب شبد واحنا نشوفك عروس جلسه تصوير جلسه تصوير عمتي ما ودكم بعد تشوفوني عروس مو وايد انا اقل وحده تزوجت بالعائله على كل الريايل بالزواج وايش رايك الوالده زين قدام خوات ابوي اذا رد فيك الزمن تاخذين اخوهم شوفوا
القوي رب الكعبة ها تاخذين اخوهم؟ لا طبعا شفت شوته هناك شفت ايش قالت عن اخوكم؟ يبقى اجا منهم ام تحسدين منه اللي مو متزوجة؟ ها؟ ليش؟ لهالدرجة الريال هم عندك؟ ما يلا طقيني يلا كفش جنطة عمتك شكلها ثقيلة عمتي شنو حاطة بجنطتك لحظة لحظة اي والله ثقيلة عمتي ثقيلة شو اي ثقيلة حاطت لك بطل زجاج طيب اشونا فاضي حلو عيد ميلادك استانستي يوسف وخر قولي قولي شيء تحبيني ولا لا في يدك شلون حذفتك بنت فاخيه تحبين ايش تنادينها يديده عمك ايش ينادونك يده تقولينها يده يلا البيت البيت يلا ماريا ايوه تقولين مو بكيفك صح ايه مو بعرف البيت يعني بالطقاق لا تين عندي مدرسه ولا لا سويتي ما عرفت ابغى تشتغلين حلوه اخلاقها حلوه تحبك انت اي صف اي صف ما تدري بنتك اي صف غدير بنتك اي صف اولى رابع تو تذكرين صفك كعشو اعطوك واجبات صح انا اعطوني وانت بعد اعطوك انت تشتري ماركه تشتري بون دينار ونص وايد احسن امي ابغى الصرخي بس نش رايك يا الوالدة وين سيارتي يما باشر من الصبح بعيل لك لا بقط اليهال عندي جلسة تصوير عيالك هذول متسهرينهم لساعة 3 4 ينامون عندك اذا سهرتم ليه 6 الصبح شو تسوين سيارتي يبي لا وين بتروحين تاخذين لك فره بشارع الحب بنات شبرال وخر على ويدي انت بتروحين لهم ازاي خلاص تعال يلا يصير عندك جهال امبل الحين ببت وندير بالك الجهال كله وراك مو تردين قري ادري وخريهم باي ماما اقول لك كيف نروح يلا يلا امشوا يلا بس عبران خلاص يسوي بوسي الجمهور بوسي الجمهور لا بوسيهم اوكي اصبر اصبر انا بالشمس موجود انا بالليمون موجود اصبر وين النشاط مالكم يلا اصبر يلا اصبر طلع زيوي يلا واحد اثنين رن ان شاء الله يتمشون وايد اسوي لهم يعني مسابقات يلا ساعي نقص عليهم تبون تسكن لي هال دائما يقولوا اللي يسكن هو اللي فايز وقولي واحد اثنين ثلاثه اعطوا تقدرون تسكنون صح؟